تحيا مصر، تحيا مصر. نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل، اللي عود المصريين بيصنعوا التاريخ دلوقتي. دلوقتي مع المصريين في الولايات المتحدة. تقول ايه النهاردة لقناة السويس الجديدة؟ ان شاء الله تكون فتحة كبيرة على مصر، وتكون حاجة توفر الامان لينا وتوفر مصادر جديدة للدخل القومي. شكرا يا فندم. تقول ايه حضرتك النهاردة للرئيس بعد ما وعد واوفى في سنة واحدة وعمل الانجاز العظيم ده؟ بنقول له احنا وراك يا رئيس، مصر بتهدي النهاردة للعالم كله قناة السويس وشريان جديد للاقتصاد العالمي. من الناس اللي فرحانة قوي بفتح قناة السويس، وتسلم من الايادي انا درست في مصر في جامعة عين الشمس وجامعة القاهرة، وذكريات جميلة عن مصر. تحيا مصر، ان شاء الله كل يوم نراها في خير واحسن من مما كانت عليه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا، شكرا يا فندم. انا جاية هنا عشان اقدم شكري واعتزازي بكل فكرة قالها الزعيم السيسي، وكل واحد كان ليه اصلا يد في حفر القناة. احفاد دول طبعا احفاد الفراعنة، يعني اقدم لهم كل الواحد من الفخر والاعتزاز. تسلم الايادي، اقدم لهم تسلم الايادي وتسلم يا جيش بلادي. وطبعا السيسي من خير اجناد الارض، فاقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هو تقول للرئيس بتاعنا احنا كنا حابينك واخترناك، وانت ما كانش عندك برنامج، فجئتنا بكل البرامج الحلوه وكل الحاجات الحلوه اللي احنا سعداء بيها، ورفعت راسنا فوق وبنشرف بيك يا رئيس، ونقول لك تحيا مصر، ربنا يخليك لينا ويحرسك لينا. تحيا مصر، تحيا مصر. What do you say today when you see the Egyptian people is celebrate about the new sales coming? I think it's amazing to do this in 1 year. Within 1 year, I think it's a very good accomplishment. I think it was wonderful. وطبعا دي برضو هدية لأجدادنا اللي حضروا القناة القديمة بدمهم ومجهودهم، وهدية لأجدادنا. وتحيا مصر. مصر بتفرح. تقولي ايه؟ الف الف مبروك للمصريين، والف مبروك لينا كلنا والعالم كله. متشكرين قوي قوي للسيسي ان هو وفى بوعده، وربنا يخليه لينا ويخليه للشعب المصري كله. الف مبروك يا مصريين. شكرا يا فندم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بقول يعني خلينا شفنا بعد ما اشتغلنا، بعد ما الشباب اشتغل في القناه واشتغل بجد، بعد سنه حققنا الانجاز ده. المفروض يبتدي الشباب يبتدي يفكر ان هو يشتغل نفس الشغل اللي اشتغلوه في القناه عشان يعملوا انجازات زي كده تاني. وهم لازم يفهموا ان هم لو ما اشتغلوش نفس الشغل ده تاني، ولو انا ما اشتغلتش ونفسي اشتغل نفس الشغل اللي اشتغلناه في القناه، مش هيبقى في انجاز تاني، والبلد هتفضل زي ما كانت قبل كده. بس هو ان شاء الله ما فيش الكلام ده، والبلد هتفضل. شكرا، ميرسي. تحيا مصر. ان احنا جينا من مصر ولقينا الفرحه دي، يا رب دايما مصر تبقى فرحانه. فرحانه بايه؟ افتتاح القناه. تحيا مصر، تحيا مصر.